لتو انتهينا من الاستماع إلى كلمة الرئيس بايدن، وهو يضع شبه دستور للمرحلة القادمة، منع الانقسام، مواجهة التطرف، مواجهة الإرهاب، نعمل معا من أجل التوحد. تعليقك السريع على كلمة جوزيف بايدن وما يمكن أن نستخلصه منها في البداية. في البداية كلمة جو بايدن في الواقع هي كلمة يعني تحاول أن تلملم جراح المواطنين الأمريكيين الذين تأثروا خلال الفترة الماضية بحالة الاستقطاب الشديدة التي خلقها الرئيس دونالد ترامب، خاصة في الشهور الأخيرة عندما يعني روج لشائعة أن الانتخابات ستكون مزورة، وتمسكه بعد ذلك بأنها زورت بالفعل، وعدم رغبته في تسليم السلطة بسهولة وسلاسة كما هو من المنتظر من أي رئيس أمريكي لخلفه. وبالتالي الحالة التي خلقها دونالد ترامب في الواقع أدت إلى تصاعد أو ظهور اليمين المتطرف بهذه الصورة التي شاهدناها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بالبلد زي ما نقول هو خلاهم يخرجوا من البحور، وبالتالي ازدادت شوكتهم حدة، وما قاموا به يوم 6 يناير طبعا هو خير دليل على ذلك، وبالإضافة إلى أن الإجراءات الأمنية كانت ضعيفة في ذلك التوقيت. اليوم الرئيس جو بايدن حتى حدد بعض الخطوط العريضة أو الأساسية في بداية حكمه، وعلى رأسها توحيد المواطنين الأمريكيين، محاربة الإرهاب الداخلي والعنصرية الداخلية في البلاد، بالإضافة طبعا للتوحد في مكافحة وباء كورونا. هذه هي أهم الملفات الداخلية التي أكد عليها الرئيس جو بايدن في كلمته، ونتمنى أن يكون هناك بالفعل توحيدا لصفوف المواطنين الأمريكيين خلال الفترة القادمة. أستاذ إيهاب، يعني تحدث أيضا عن مفهوم جديد ربما للإرهاب الداخلي، كيف أو ماذا كان يقصد الرئيس الأمريكي الجديد بالإرهاب الداخلي؟ يعني شوف أستاذ نشأت، إحنا لما كنا بنقول للأمريكيين هنا بعد فيما حدث وقت الربيع العربي والثورات التي ضربت المنطقة أو أعمال التخريب التي ضربت المنطقة في ذلك التوقيت، لما كنا بنقول لهم يعني الأجهزة النظامية وقوات الأمن والجيش تدافع عن مؤسسات الدولة، كانوا يقولون ولكن أين حرية المواطنين في التعبير. اليوم توجهت بنفس السؤال أيضا للزملاء المحللين السياسيين الأمريكيين وأيضا للمواطنين الأمريكيين الذين يعملون في القوات الأمريكية المختلفة، لي بعض الأصدقاء منهم، وبهتوا، يعني ما عندهمش رد. يعني فكان ربي أن الأنظمة دائما ما تحمي مؤسسات الدولة، يعني الأنظمة والحكومات إلى آخره، لن تدع الدولة تسقط في أيدي الغوغاء. وبالتالي هذا ما حدث، ما قامت عندما وضعت أمريكا في اختبار، وكما قال الرئيس جو بايدن بالمناسبة، يعني قال اليوم نحن الأمريكا وضعت في اختبار وستعود أقوى مما كانت. يعني هذا المستخلص من العبرة التي مررنا بها في الولايات المتحدة الآن، يوضح إلى أن سياسة الكيل بمكيالين، يعني الولايات المتحدة تفطنت إليها أعتقد إلى حد كبير، وستغير تعاملها مع دول العالم التي ربما تسعى بعض الوجوه في الإدارة الأمريكية لتغيير أنظمتها كما شاهدنا قبل ذلك. صحيح. ولكن أستاذ نشأت، في النهاية دائما بيكون البقاء للشعب، يعني القوة الشعبية هي التي تبقى. يعني الولايات المتحدة في إبان حكم باراك أوباما ومحاولة تغيير وجه الأنظمة العربية وإظهار الإسلام السياسي تحديدا المتطرف على أنه هو المنقذ، ماذا حدث؟ ثارت الشعوب ضد ما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم به، وطرد جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في مصر. وهذا يدل على أن الرئيس بايدن إذا ما اتبع نفس سياسات باراك أوباما خلال الفترة القادمة في التعامل مع هذه الملفات الحساسة في الشرق الأوسط سيلقى نفس المصير. يعني باراك أوباما في عز قوته وفي عز قوة ما سمي بالربيع العربي لم يستطيعوا أن يغيروا قيد أمولة توجهات الشعب المصري مثلا. صحيح. في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين والحفاظ على مبادئه وثوابته وأيضا على أجهزته الأمنية ومؤسسات الدولة المختلفة، أتحدث عن مؤسسات الدولة سواء بالشكل الاعتباري أو بالشكل الفيزيكال، يعني مباني الدولة إلى آخره. صحيح. اليوم صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية تتعلم الدرس، وأرجو أن يكون الوضع القادم أفضل للولايات المتحدة ولصورتها في التعامل مع دول الشرق.